دار الوالي أيها الأمير، فيذهب عنك عناء المسير قبل أن تلقاهم. بل ألقاهم بهذا العناء، هل اجتمع جمعهم في المسجد واكتمل؟ لا ندري أيها الأمير مقدار اكتماله، إنما يفوق الجمع في البصرة ما كان عليه في الكوفة. أجل، قد معهد يوم الكوفة لهذا اليوم في البصرة. اذهب وأعلم القوم بقدومي. ما كان من قول لأهل الكوفة، وإني لا أعيد عليكم بل أزيد. أيها الناس، من أعياه داؤه فعندي دواؤه، ومن استطال أجله فعلي أن أعجله، ومن ثقل عليه رأسه وضعت عنه ثقله، ومن طال ماضي عمره قصرت عليه بقيه. ان للشيطان طيفا، وان للسلطان سيفا، فمن سقمت سريرته صحت عقوبته، ومن وضعه ذنبه رفعه صلبه، ومن لم تسعه العافيه لم تضق عنه الدهنك، ومن سبقته بادرة فمه سبق بدنه بسفك دمه. إني أنذر ثم لا أنذر، وأحذر ثم لا أعذر، وأتوعد ثم لا أعفو. إنما أفسدكم ضعف ولائكم، أما أنا فإن الحسم والعزم قد سلبان صوتي وأبدلاني به سيفي، فمقبضه في يدي ونجاده في عنقي وحده في عنق من عصاني. والله لا أمر أحدكم أن يخرج من باب هذا المسجد، وخرج من الباب الذي يليه لضربت عنقه. قد بلغكم ما كان من توجيه لأهل الكوفة لمحاربة الخوارج مع المؤلف، وعليكم مثل ما عليهم. وقد عجلتكم ثلاث بعد أخذ أعطياتكم، فمن وجدته متخلفا برأت منه الذمة وحل سفك دمه. أخبروني عن العصاة الذين كانوا قبلي، كيف كانوا يعاقبون به العصاة؟ أما أنا فلا أعاقبهم إلا بالسيف، وقد أخبرت صاحب الشرطة أن يجعل سيفه صوتا، فمن وجده متخلفا بعد ثلاثة أيام قطرة. يا أهل الشقاق والنفاق، إني سمعت تكبيرا ليس بالتكبير الذي يراد الله به في الترغيب، لكنه التكبير الذي يراد به الترهيب. ألا يتوقف الرجل منكم وينظر في أمره، في حقن دمه، ويبصر موضع نفسه ويرتدع؟ أقسم بالله لأوشك أن أوقع بكم وقعة تكون نكالا لما قبلها وأدبا لما بعدها. أيها الأمير،
بابك. إني رجل بي مرض ولا طاقة لي على قتال، وقد عذرني خالد بن عبد الله فأعفاني، وإني أرد أعطيتي إلى بيت المال فتعفيني. من كان خالد بن عبد الله حين عذرك؟ والي البصرة. ومن تخاطب الآن؟ الحجاج بن يوسف والي العراقين. أما سمعت ما قال؟ أيها الأمير، قد أجلناك ثلاثا، فعجلت بالعصيان واستعجلت المنية. امضي بهذا الرجل إلى خارج المسجد فاقتله.